اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عينك ميزانك. الفواكه مهمين بزاف في التغذيه ديال الانسان، فيهم العديد من المكونات الغذائيه الاساسيه بحال الفيتامينات الالياف والاملاح المعدنيه، ولكن هذه الفواكه ملي كنحولهم العصير، واش هذه المكونات الغذائيه الاساسيه كتبقى هي ولا كتبدل كتخير كتنقص؟ الروبورتاج. الأسواق المغربية غنية بالمنتوجات الفلاحية من أصل نباتي، خضر وفواكه من كل أنواع من كل أشكال ومن كل أذواق. واليوم في ظل التقدم العلمي في البحث الزراعي يمكن للمستهلك يلقى فواكه وخضر في السوق واخا ماشي هذاك هو الفصل ديالها. وحسب الإحصائيات ديال 2014 معدل الإنتاج الوطني ديال الفواكه كيفوت 9 ديال مليون طن و 6 مليون طن بالنسبة للخضر. الفواكه والخضر مهمين بزاف في التغذية ديال الإنسان. العالمية والمنظمة العالمية للأغذية لايفاو في بلاغات ديالهم مشتركة للتفادي والاجتناب بعض الأمراض المزمنة كالسكري 2 والسمنة والسرطان وغير ذلك، كتنصح على واحد السلوك الغذائي اللي ضروري يكون فيه واحد المقدار ديال الفواكه وديال الخضر بما قيمته حوالي واحد خمسة ديال جزئيات لي بورسيون باغ جور. وإلا درنا الحساب حوالي واحد 80 غرام مثلا في الجزئية، خصنا واحد 400 غرام حتى 500 غرام يوميا من الخضر والفواكه جميعها يعني. كذلك نقدروا نضيفوا ونقولوا بأن المنظمة العالمية للصحة OMS في التقارير ديالها كتجر نقص الخطر وكتقول بأن استهلاك الخضر والفواكه بهذا الخضر اللي سمعنا عليه يمكن لدول العالم يتفاداو سنويا الموت ديال تقريبا 2 مليون شخص. الفواكه أساسية للصحة، علاش؟ الفيتامينات، الأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة، تهضر على الفيتامينات أساسية باش الدنيا تخدم، وما تنصنعوهاش، هي الفيتامين دي تنصنعو، إذا خصنا ولا بدا نجيبوها بالتغذية. دونك المشكل بقات، اش من فاكهة، كيفاش، النوعية ديالها، وهنا الناس تالفين. فأولا ملي تنجي ناكل الفواكه، النقطة المهمة خصني ديما ناكل الفواكه الموسمية. ثلاثة نقاط بساط باش نعرفو علاش. الأولى هي الفيتامينات والاملاح المعديه فيها احسن، حيت مصوبه ناضجه مزيان في الوقت ديالها. ثانيا حيت الطبيعه تدير داكشي اللي مزيان، كل فاكهه تتخرجها في وقتها حيت الطبيعه عارفه علاش. الان حنا في فصل الخريف، الحواميض، الليمون والمندارين، علاش؟ حيت لي زانفيكسيون، حيت لا غريب، حيت الفيروس، حيت خصنا الفيتامين سي. اذا الطبيعه تدير داكشي مزيان، ما نجيش ناكل انا فاكهه تتكون في الصيف وناكلها في البرد ونقول لا راه مزيان، لا، حيت الطبيعه تعرف شنو دير. ثالثا فتتكون فيها المبيدات اقل، تتكون فيها مضادات اكسده اكثر، حيت ماشي درتها تحت لاصيغ، درتها في البو، راها في المحيط الطبيعي ديالها، وما نكملش المذاق ديالها تيكون احسن والثمن ديالها تيكون احسن. الخضر والفواكه كنلقاو فيهم مثلا الاحماض الدهنيه، الاحماض الامينيه، كنلقاو فيهم العديد من المكونات الاساسيه للتغذيه ديالنا بحال الدهون والسكريات. كتحتوي واحد الكمية كبيرة من المياه، إضافة إلى ذلك لقاو فيتامينات، أملاح معدنية، ألياف، مضادات الأكسدة، وفي الأخير غالبا ما كنلقاو واحد القشرة باش كغلاف. إذا هاد المكونات اللي ذكرت ما كيكونوش بنفس الكمية في العصير. علاش؟ دونك حيت الطريقه ديال التهيئ او تحضير هذا العصير هي اللي كتكون نوعا ما كتاثر على هاد النسبه ديالهم. اذا الكيفيه باش كنحضروا العصير هي اللي كتلعب دور ودور كبير في تواجد نقصان ولا التدمير الكلي ديال هذه الجزيئات الغذائيه. العصير فيه العصير ديال الفواكه وفيه العصير ديال الخضروات، والعصير ديال الخضروات وديال الفواكه في انواع وكل نوع والخصائص ديالو. العصير هو اللي كينبثق على الفاكهه كلها او الخضروات، وهذا العصير هذا كيكون يعني في ثلاثه ولا اربعه ديال المجالات. كاين العصير الخالص 100% جو وكيكون طبيعي، ولكن هذاك نعطي نصيحه للناس عليه، كيخص في ديك 30 دقيقه يتخاد لانه كيكون مصوب في الدار في ميزون، لانه الا بقى في ديك 30 دقيقه اول حاجه كتمشي هي الفيتامين سي، ومن بعد كيتبعها فيتامينات اخرى. وعاد كاين عصائر اخرى اللي كاين اللي مخلط بالماء، كاين اللي عنده السكر المضاف الى اخره الى اخره، هذوك ما نهضرش عليهم لان غالبا معروفين.
يعني اللي مصوب في الدار هو اللي يتخاد، اللي مشري من مسميتو عليه من المساحات الكبرى وداك الشيء من الاحسنيه الانساني بعيد عليه. حاجه اخرى هو ان العصير كيخصو يعرف الانسان بانه كيعطيه الفيتامينات وكيعطيه المعادن، ولكن ما كيعطيش الالياف، والالياف مهمه، مهمه بزاف ديال المسائل في الجسم، لانه كتعطي واحد الوقايه ضد بزاف ديال الامراض، وكتعطي واحد القوه للجهاز الهضمي، حيث انه كيقدر يعني يدير لو ترانزيت او لا كيمر الاغذيه كلها كتمر بواحد الطريقه سلسه مزيانه. وجهاز هضمي قوي مهم للصحه ديال الانسان. وباش نحضروا عصير، اليوم في السوق موجودين العديد من الالات المنزليه اللي مصنوعه لهذا الغرض. كنلقاو الطحانه العاديه، كنلقاو السنتريفيجوز، وكنلقاو ليكستراكتور دو جو. اشنا هي النتيجه ديال العصير مصاوب كل وحده من هذه الالات المنزليه؟ ملي تنجي نطحن الفواكه عندي ثلاثه انواع ديال الطحين. عندي الطحانه الكلاسيك باش يطحن كل شيء، عندي السنتريفيجوز، وعندي ليكستراكتور افخوا. فجوج الولا راه بحال بحال، غير وحده تدور بالزربه والاخرى تطحن، كلهم كيتكونوا اشو. ملي تنقول اشو مشاو المنافع، السخونيه تتحي تقتل لي الفيتامينات، تاكسد لي مضادات الاكسده، تاكسد لي كلشي. ف ليكستراكسيون افخوا هي اللي تخلي لي الاكثر ديال لي مضادات الاكسده وديال الفيتامينات، ولكن شنو هو الانكونفينيون ديالها؟ تتحيد لي الالياف، حيت هي تتفرق، تدير لي العصير من جهه فيه الفيتامينات والاملاح المعدنيه، وتتحيد لي الالياف تتلوحو من جهه اخرى. مشاو الالياف، اذا نسبه الحلاوه ديالها تتركز بزاف. اذا النتائج كتختلف، كتنقص بعض المكونات الغذائيه الاساسيه في العصير. سمعنا على الالياف ولا لي فيبر، ما كتبقاش باش نفهموا بالضبط اشنو هو اللي كيتغير. نعطيو مثال، ناخذوا فاكهه كتسالك بزاف، هاد الفاكهه هي الليمون. اشنو هما الجزيئات الغذائيه اللي كنلقاو في الليمونه قبل العصير؟ عندما ناخذ مثلا ليمونه، مثلا الليمون او تفاحه من التفاح، تجد ان النسبه المئويه لكل تكوين طبيعي، هذا التكوين يكون متوازن. عندما يتدخل الانسان من هذا التكوين الطبيعي، مثلا ناخذ ليمونه وناكلها باكملها، ليس هو النسبه المئويه في التكوين عندما نقوم بالعصر ديالها. نعطيك التكوين ديال الليمون مثلا، فيه الماء 87%، ناخذ لي بروتين مثلا البروتينات فيها واحد حتى 2%. ملي كنجيو للمواد السكريه نجد فيها 7 حتى 10% النسبة المئوية ديال السكريات. نجد لي فيبر أو الألياف نجد تكون 22%. غادي نشدو هاد الليمونة بهاد المكونات الغذائية وبالنسب اللي سمعنا ليها، وغادي نعصروها في الطحانة. أشناهي النتائج ديال هاد المكونات الغذائية الأساسية اللي كنلقاو في العصير؟ عندما أقوم لو بروياج ولا لو بريساج ديال الماده، نجد ان 22% من الالياف نزعت. نجد ان مثلا المواد الاخرى قد قلت، فاصبح الماده السائده ما هي؟ الماده السائده ما هي؟ هي المواد السكريه. ماده السكريه اذا عندها ثلاثه ديال الاتجاهات داخل الجسم، اللي هو فيزيولوجي، اللي هو بيولوجي داخل الجسم، نافع للجسم. اذا قلت المرحله الاولى هذه الماده السكريه تعطينا ماده الكربون، ثم الطاقه الحيويه، ثم الباقي النصف الثاني يذهب الى الكبد لتخزينه ويتحول من ماده سكريه سهله الى ماده معقده اللي كتسمى الجلوكوزان. علاش هذاك الجلوكوزان؟ ذاك التخزين لماذا؟ ليستعملها الجسم في حاله طوارئ. عندما يصوم الإنسان في رمضان يحتاج إلى طاقة، فالكبد يعطينا تلك المادة، ذلك الجلوكوزان تحول إلى مادة الجلوكوز. مادة الجلوكوز هذه تقوم بعملها البيولوجي كما شرحت. لكن عندما تكون هنا الخطورة ديال الإنسان، لا يعلمها الإنسان، عندما تكون هذه المواد مركزة، ماذا يقع؟
دونك القسم الاول يذهب الى العمل البيولوجي، القسم الثاني الى التخزين، والباقي اين يذهب؟ وهذا سؤال مهم. غادي نبقاو مع المثال ديال الليمون. الانسان كياكل ليمون، هذا الليمون كيدخل الجهاز الهضمي في المصران، كيوقع الامتصاص ديال الجزيئات الغذائيه الاساسيه بحال الفيتامينات الاملاح المعدنيه. ملي كنشربوا العصير اش كيطرى على مستوى المصران بالنسبه للامتصاص ديال الجزيئات الغذائيه اللي فيه؟ مثلا جوج حبات ديال البرتقال اللي هو الليمون كيطلبوا التوقيت ديال الهضم ديالهم كيطلب 10 ديال الدقائق، في حين ان العصير ديال هاد جوج الحبات الامتصاص ديالهم او الهضم ديالهم كيطلب دقيقه ونصف، كيكونوا دائما تيدوزوا الهضم ديالهم يعني الامتصاص ديالهم باش يدوز داك السكر الدم بهذه الطريقه السريعه ديال الامتصاص ديالهم كتطلع نسبه السكر في الدم والسعرات الحراريه. علاش؟ لان الا شدينا واحد الكوب ديال كاس ديال 200 مليلتر ديال العصير كنقدروا نلقاو فيه 100 سعره حراريه، دونك هذاك السكر اللي تيدوز الدم تيطلع لنا اول حاجه دونك نسبه السكر، اذا الاحتمال ديال ظهور الاعراض ديال الداء السكري، ثانيا سعرات حراريه، اذا الانسان كيكون عاوتاني مهدد بالسمنه والبدانه. سمعنا ان الانسان ملي كيحضر العصير وكيستعمل وحده من الانواع ديال الالات المنزليه اللي تكلمنا عليها، الالياف كتمشي، الالياف ولا بالفرنسيه لي فيبر، عندها ادوار مهمه في الجسم ديالنا. تكلمنا على الجهاز الهضمي، على المرور المعوي، واحده من الادوار ديالها كذلك هو التاثير على التوازن ديال السكر في الجسم ديال الانسان. لما كتاخذ فاكهه، فاكهه فيها الياف غذائيه، لما انت كدير عصير فانت تخليتي على دوك الالياف الغذائيه، شنو كيوقع لك هنايا؟ مؤشر الجليسيمي او مشعر السكري، لاندكس جليسيميك ولاندكس انسولينيك ولا شارج جليسيميك. باش نشرح هذه النقطه بشكل بسيط، ملي كتاخذ ليمونه هكاك معها الالياف، الا درتي عصير حيدتي الالياف، هذوك الالياف هما اللي كيخليو لاندكس جليسيميك يهبط، يعني ما غطلع لك السكر بواحد السرعه، والسكر لما كيطلع معاه بالسرعه كيطلع معاه الانسولين بسرعه، وهذا الصعود بسرعه ديال الانسولين كيخلي الجسم انه ما ينقصش في الوزن، كيخلي الجسم انه يكون الشحوم الثلاثيه لان جاي من الفريكتوز وهاد المسائل هذه. السكر اللي كنتكلموا عليه هو الفريكتوز، وهذا نوع من السكر الطبيعي موجود في الفواكه. في العصير ما كاينش الالياف اللي كتلعب دور في امتصاص ديال هذا السكر اللي هو الفريكتوز. في العصير الفريكتوز كيدوز بسرعه. ابحاث كثيره درت على العلاقه بين العصير الفريكتوز وداء السكري من النوع الثاني. بينات بزاف ديال الدراسات على الصعيد العالمي بانه من الاحسنيه تاخذ الخضر كامله او الفواكه الكامله في بلاصه ما تاخذ العصائر، لانه كاين السكري النوع الثاني كيطلع الى خديتي العصائر مثلا بالنسبه للخضر، وكاين امراض اخرى مثلا نقرص الى اخره، نقرص لان كاين الفريكتوز لانه سكر الفواكه سميتو الفريكتوز، فريكتوز حتى هو كيمشي كيعطينا واحد الطرف الطاقه، وهذاك اللي كيبقى بالزايد الا كنا كنستهلكوا كل العصائر ولا كنستهلكوا الفواكه بزاف كيمشي وكيدوز بواحد الطريقه اخرى، واحد الطريق اخرى، طريق استقلابيه اخرى اللي كتمشي وكتعطي لي تريغليسيريد او ثلاثيات الكريسيديات، وكتلقى الناس كيزيد وكيولي عنده الدهون بزاف. التريغليسيريد جزيئات مهمه في الجسم ديال الانسان، كتجي من الدهون، كتشكل المصدر الكبير ديال الطاقه، ولكن بواحد القدر هاد لي تريغليسيريد مزيانين، مي كتزيد النسبه ديالهم في الدات ديالنا ناقوس الخطر كيضرب والمشاكل الصحيه كتبدا تبان. اش اخر على الفرق بين ناكلوا فاكهه ونشربوا العصير ديالها؟ لما كتاخذ عصير فواكه وتاخذ الفاكهه، الفاكهه كدير ليدغاتاسيون، كتعطيك واحد التبريد ديال الجسم، واحد منح الماء للجسم. لما انت كتاخذ عصير كيدير لا ديزيدغاتاسيون، يعني شوف انت غير بغيت تصاوب مثلا عصير باش تعمر كاس خصك جوج ليمونات، مي الا خديتي ليمونه وحده كتكون كافيه. زائد اكثر من هكا انك في الطريقه ديال الاستهلاك، لما تكون مثلا كتاخذ ليمونه فانت كتمضغ، يعني كاين الياف غذائيه، كاينه واحد لا ماستيكاسيون ديال هذه الالياف الغذائيه، فهنا كتبدا واحد لا فاز في الدماغ ديالنا، حنا في علم التغذيه كنسميوها لا فاز سيفاليك، كتخلي الليبتين تفرز، كتخلي الهيستامين تفرز، كتخلي هرمونات ديال الشبع انهم يتفرزوا، وغادي تشبع غير بليمونه. على عكس الا خديتي مثلا عصير راك درتي جوج ليمونات في هذاك العصير، ما كاينش واحد المضغ، وهذا كيخليك انك بالدارجه حنا المغاربه كنقولوا هي كنسرطوا هذاك العصير، كنبقاو غير نسرطوه، يعني كيعطينا انك ما خدمتيش الغدد ديال اللعاب، والغدد ديال اللعاب راه عندنا سته، كاينين دو باروتيد، دو سوماكسيلير، دو سوبلينغوال.
هادوما اللي كيفرزوا يطرونوس ديال اللعاب في النهار، شنو الهدف ديالو؟ انه يحيد البكتيريات، انه يحيد الاشياء اللي مضره، وانه يخليك تشبع. اذا الانسان ملي كياكل فاكهه العديد من الميكانيزمات كتشتغل، سمعنا الهيستامين، الهيستامين جزيئه كيماويه مهمه كتلعب العديد من الادوار بحال انها كتقاد درجه الحموضه في المعده. سمعنا كذلك على الليبتين، الليبتين هرمونه مهمه كتقاد المستوى ديال الدهون في الجسم، كذلك كتدخل في الاحساس بالشبع. اش اخر على العصير؟ كاين اللي كيقول لك انا كناخذ العصير باش ندير سكون ابيل لالكالينيتي، يعني كنحيد الحموضه من الدم ديالي، وهذا راه مشكل ايضا، لانه علاش يرد الانسان البال منه كياخذ العصير وكياخذو بزاف وكيمشي للطواليت، راه كيرد البال كيشوف بان الماء ديالو يعني التبول ديالو كيولي بحال الماء، ما فيهش شي لون يذكر. هنا كتبين هذه الظاهره هو انه كيبرز مع البول ديالو بزاف ديال المعادن، وايضا كيبرز مع البرازات ديالو الاخرى بزاف ديال المعادن، لانه كثر على الجسم على الجهاز الهضمي، هنا ما كيبقاش الجسم كيستافد. وهذه القضيه ديال الحموضه ديال الجسم مهمه للانسان انه يراقبها باش يعرف كدار تحاليل ديال الدم. درجه الحموضه كتبدا في صفر وكتسالي في 14، والمعدل ديالها هو 7.4. كتفوت هذا القياس بعض المكونات الغذائيه كتنقص في الجسم، الذات كتفاعل مع هذه الوضعيه، كتاخذ المكونات اللي محتاجه لها من بعض الاعضاء الحيويه، وهذا مشكل. كاين واحد الدراسه حديثه دارت الولايات المتحده في هافارد، يلا خرجت على الناس اللي عندهم داء السكري، فلقاو بين اللي تيستهلكوا العصير اكثر عرضه للداء السكري، اكثر عرضه باش يطلع لهم السكر. فمن الاحسن ياخذوا لي فروي اون اونتيي، علاش؟ حيت كاينين الالياف اللي فيهم اللي تنقصوا لنا من امتصاص ديال السكر. المسألة بين غادي ناخذ ليمونه ناكلها فيها واحد النسبه ديال السكر، باغي نشرب عصير ديال الليمون شحال من ليمونه غادي نعصر؟ اذا النسبه ديال السكر ديال الليمونه وحده غادي نضربها في العدد ديال الليمونات اللي غادي نعصر. تكلمنا على الفركتوز اللي هو السكر ديال الفواكه، نعاودو نتكلموا على الالياف ولا لي فيبر. الالياف هي واحد جزيئات من هذاك النبات اللي هو الفاكهه، ما كيتمش التحويل ديالها بواسطه الانزيمات ديال الهضم، وما عندهاش علاقه بالانرجي، يعني ما كتعطيناش سعرات حراريه. واثناء الهضم هذوك لي فيبر كيابسورب دو لو، يعني كياخذوا كميه ديال الماء، وهكذا كيكونوا كيكبر داك الحجم ديال ديك الخليط ديال الماكله في الجهاز الهضمي، كيكبر وتيكونوا شادين معهم الماء. الشيء اللي كيسهل مرور الماكله عبر الجهاز الهضمي، وهنا كان ايفيتيو لا كونسيباسيون، يعني القبض. ثانيا باللي كيشربوا الماء، داك الحجم ديال الخليط ديال المواد الغذائيه في الجهاز الهضمي تيكبر داك الحجم ديالو، مما كيعطي ان داك العمليه ديال الهضم كتمشي بواحد الطريقه ضعيفه او ببطء، سكي في انه الانسان كيشعر دائما، ما كيشعرش بالجوع، كيبقى دائما بحال يشبعان. وهكذا كاين اللي بغى يدير حميه، يعني ما كيكونش الانسان دائما كياكل باستمرار، كيبقى عنده فترات طويله باش كيجي يحس بالجوع، باش كييفيتي دوسكي السمنه والبدانه. الالياف مهمين للانسان، مثلا انهم كيحسنوا بشكل كبير الامتصاص ديال بعض الجزيئات الغذائيه بحال الكالسيوم، كذلك الالياف كيساعدوا على انتاج واحد الحامض مهمة ديالو هو يقتل الميكروبات الضاره اللي يمكن تكون عندنا في المصران. المختصين في هذا المجال كينصحوا باستهلاك المواد الغذائيه اللي فيها الالياف باش نتفاداو العديد من الامراض. عنده حاجه اخرى هاد الالياف، هما انهم كيحاولوا ما يمكن كيتقيدوا او كيبيجيو دوك الجزيئات الدهنيه اللي كتكون في المواد الغذائيه، وكي بحال اللي كيشدوها هكا كيبيجيوها كيقيدوها وكيهبطوا مباشره مع البراز كيخرجوا على برا دوك المواد الدهنيه اللي كناكلوها حنا. سو كيفي كيحاولوا ما يمكن باش يديرونا ان ايكيليبر ديال الكوليسترول، ما كيبقاش عندنا مشكل الكوليسترول. لا ميم شوز، ماشي غير هاد المواد الدهنيه، ولكن حتى بعض المواد السامه بحال مثلا اللي كيكونوا كناكلوها مع مواد غذائيه لي بيستيسيد او لي نيترات، هادو حتى هما لا ميم شوز. هاد الالياف كتحاول كتبيجي، يعني كتمشي كتقيد لنا هاد المواد اللي هي سامه، وكتحاول تهودها لنا مع الجهاز الهضمي وكتخرج مع البراز. كيفي عاوتاني كاين عندنا وقايه من ظهور بعض الامراض بحال مثلا السرطان ديال الجهاز الهضمي.
سمعنا بان استعمال بعض الالات المنزليه هي السبب في علاش ما كنلقاوش مثلا هذه الالياف في العصير، وكذلك في نقصان بعض الجزيئات الغذائيه. الا خدنا مثلا العصاره العاديه، السرعه باش كيدور الموس باش كطحن كتخلي العديد من الجزيئات الغذائيه كتاثر. بالنسبه للسنتريفيجوز، السرعه باش كدور وكتقدر توصل حتى ل 10000 دوره في الدقيقه. في مساله اخرى هو الاملاح المعدنيه والفيتامينات، حتى هي كتقل بحيث انها كتكون موجهه سواء الهواء ولا الحراره ولا ديال الاله. وحنا كنعرفوا ان الاملاح المعدنيه مثلا بحال الكويفر، الزنك او الكالسيوم، مانيزيوم، الدور ديالهم اللي كنقوموا به في الجهاز ديالنا، الجسم ديالنا، بحيث انهم تيكونوا كيكونوا لنا كيدخلوا في التركيبه ديال الهرمونات وبعض الانزيمات، كيدخلوا كذلك في التكوين ديال العظام والاسنان، كيحافظوا على التوازن الحمض القاعدي ديال الجسم، كذلك كيحافظوا على توازن او الايقاع ديال الصحيح ديال ضربات القلب، وكذلك حمايه للجهاز العصبي والعضلي. الفيتامينات كذلك معروفين بانهم مواد اللي كينتجها الجسم ديالنا، ولكن بواحد النسبه قليله، سكيفي كنكونوا بحاجه الى باش نكملوها بمواد غذائيه اللي تكون صحيحه وكتتواجد فيها هاد المكملات ولا هاد الفيتامينات. ولا كان نقص عندنا في هاد سواء الاملاح المعدنيه ولا الفيتامين، كتظهر اعراض امراض بحال مثلا العياء، اجهاد، اضطرابات سواء عصبية ولا العضلية، مشاكل في الجهاز التنفسي. هادو أعراض كتظهر حينما تكون عندنا هذا النقص. هادو النتائج ديال النقصان فيتامينات في الاملاح المعدنيه في الالياف الى اخره. سمعنا على الفركتوز اللي كيكون كثير في العصير والمشاكل اللي كتجي من بعد، مثلا ارتفاع مستوى السكر، المشاكل اللي كتكون بحال امكانيات ظهور السكر من النوع الثاني، مشاكل ديال القلب، ديال الشرايين الى اخره. اش المعمول عصير ماشي عصير؟ خضر فواكه؟ اشنو ندير عصير اشنو ما نديرش؟ الاصل كان جوج ديال الامور. تيقول لك اودي شوف اشنو داروا الناس القدام، يعني لا بيبليوغرافي، الابحاث اللي سبقتنا، وشوف النتائج يعني المخبريه اللي وقفتي عليها انتيا كباحث في المجال. فلما كتجي وكتشوف القراءه القبليه كتلقى واحد المدرسه اللي كتقول لك ودي انا ضد ناخذ العصير، وكاين مدرسه اخرى اللي كتقول انا مع الاخذ ديال العصير. لما كتجي دير تحليل الفواكه والخضروات ديالنا الان، واش مازال غنيه بالعناصر الغذائيه اللي غتخليني الا كليتو ما كاينش مشكل، ولكن الا كليتو وفيه نقص في العناصر الغذائيه اشنو هو الفضل ديالي من داك الماكله. لما دار التحليلات للتفاح والبنان والخز والبطاطا تبين بان العناصر الغذائيه ديالها ضعيفه جدا مقارنه مع التفاح والبنان والبعويض ديال 1985. وبالتالي الا بغيت ناكل التفاحة ديال 1985 الآن راه ماشي هي، بمعنى بمسألة تقريبية، إذا بغيت ناكل التفاحة ديال 85 المقابل ديالها الآن هما واحد 10 ولا 15 تفاحة. إذا بغيت ناكل 10 ولا 15 تفاحة خصني ناكل 10 ولا 15 البنانة، 10 ولا 15 الخزوية، هادو ما كاينش عندي الكرش اللي غتهز الأمر. وبالتالي كنولي في مسألة إجباري ناكل العصير، نشرب العصير ديال الخضروات. بحث دار على 43 نوع من الخضر والفواكه بين بالدليل العلمي ان هذا النقص كيوصل 6% بالنسبه للبروتينات و 38% بالنسبه لفيتامين بي 2، وهذا الفيتامين مسؤول على تحويل السكريات الدهنيه والبروتينات للطاقه، وكتدخل كذلك في علاج ديال العضلات ملي كتصاب. اش اخر على العصير ديال الخضره؟ سفري، الا خديت العصير ديال الخضروات وكليت معهم العصير ديال الفواكه غيكون عندي نقص في الالياف، وهذاك النقص ديال الالياف ممكن يشكل لي مشاكل. اشنو هو الحل؟ كناخذ الفاكهه وما ناخذش سميتو الخضروات يعني خضرة، لان الا خديت الخضروات خضرة هذاك لي فيبر او الالياف اللي كاينه فيها بحال الزاج المطحون، ولما كيدخل المعده ديالي كيمرت المعده، وممكن الناس اللي مساكن عندهم وعكات الجهاز الهضمي ديالهم يكون عندهم مشاكل في الهضم
ومشاكل اللي تقدر ترتب عليها هادوك لابيلوزيتي ديال الامعاء وهادوك سميتو لابيلوزيتي ديال كذلك المصران الغليظ وكذلك هادوك الفوطه اللي كاينه عندي في الجهاز الهضمي ممكن انها غتبقى تحك 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 حتى تولي عندي اون سيرفاس بلات. والان مجموعه ديال الناس كيجيو فاش كيديروا داك المنظار في المعده او لا المنظار في الجهاز في القولون كتلقاه ولا ليس. عرفنا بالاهميه ديال الالياف. ناخذوا امثله: البطاطا فيها 3.5 غرام ديال الالياف 100 غرام، مطيشه فيها 1.4 غرام في كل 100 غرام، البنان فيه 3.4 غرام في كل 100 غرام. المنظمه العالميه للصحه كتقول بضروره استهلاك 30 غرام ديال الالياف يوميا باش نتجنبوا العديد من المشاكل، ولكن الخضره راه حنا كنطيبوها. الخضروات فلما كنطيبها هذه قاعده، اي حاجه دازت فوق العافيه عرفها ماتت. وكيف يمكن ان ماكله الشيء اللي مات نتسنى انه يحيي لي الذات ديالي؟ بطبيعه الحال ما كاينش هذا الامر هذا. اذا شنو هو الحل؟ الا بغيت نحيي الذات ديالي ناخذ حاجه حيه. وشنو هي الحاجه الحيه؟ وهو العصير ديال الخضروات. المشكل ماشي هو نطيبوا الخضره، المشكل هو الطريقه باش كنطيبوا الخضره. المختصين في التغذيه كيشيروا لجوج حوايج في هذا الموضوع: درجه الحراره والمده الزمنيه ديال الطياب. الحراره العاليه كتقضي على الجزيئات الغذائيه بحال الفيتامينات بحال الاحماض الدهنيه بحال الاوميغا 3. ناكلوا الفواكه ونشربوا عصير الخضر. علاش؟ كل ما خديتي العصير ديال الخضروات مع الفواكه كل ما واحد الكم منهم كياخذوه داك الميكروبات النافعه. ولما كتكبر الميكروبات النافعه عليهم لان هي شيئا ما كما كيقولوا اكزيجونت باش تكبر خصها بزاف ديال الامور. ولما كنعطيها العصير ديال الخضروات وكنعطيها الفواكه كتلقى الظروف الملائمه باش انها تكبر. ولما كتكبر كتعطيني وسط غير ملائم الى الميكروبات الضاره اللي كتعطيني لي غاز وكتعطيني انتفاخات وكتعطيني المشاكل. في الوقيته اللي كتولي عندي الميكروبات النافعه واللي كنسميوه لي بروبيوتيك كيصوبوا لي لا بارير اللي كتعطيني المناعه الاولى. ثم هما كيديروا واحد لا سينتيز ديال واحد لي بوليمير بيوشيميك اللي كيتسمى لو ميكوس. هذاك لو ميكوس كيعطيني لا بارير شيميك. وهما نيت كيعاونوا على اساس ان الجسم يصلح هذوك الاختلالات اللي كاينه في الجدار الفيزيائيه. ولما كيكون عندي البروبيوتيك قوي وكثير ولما كتكون عندي الميكوس مقاده ولما كيكون عندي لا بارير فيزيك حتى هي رجعت للطبيعه ديالها يستحيل ان الانسان يقول بانه عنده مشكل ديال المناعه. وكيشوف براسو بانه رفع المستوى ديال المناعه ديالو فقط بالاكل ديالو الفواكه والعصير ديال الخضروات. الفواكه والخضر غنيين بالعديد من المكونات اللي كيقويو جهاز المناعه بحال فيتامين ا. وكنعرفوا الدور ديال الفيتامين ا في انتاج الكريات البيضاء اللي كتحارب التعفنات. كذلك لقاو الفيتامين سي، واحده من الادوار ديالها هو انتاج واحد البروتين كتحمي الخلايا من كل هجوم ديال الفيروسات. من الاهميه ديال عصير الخضروات انه كينقي. حنا عاده المصران الغليظ ديالنا خصو يكون الديامتر ديالو 6 سنتيم. الان كاين شي الناس اللي عندهم 30 سنتيم في الديامتر ديالهم، 30 سنتيم، تيقول لك علاش زدت في الوزن ديالي؟ لا، شوف غتلقى بعض المرات بانه غير ديك الفضلات اللي باقا لاصقه لك في الكرش ديالك هي اللي زادت لك في الوزن. اذا لما كناخذ العصير ديال الخضروات شنو الدور ديالو؟ هو لما كيمشي كيبدا يعني دوك الاملاح المعدنيه كتلصق في ذاك الجدار اللي ولا يابس بحال الحجر. كتبقى تلصق وكتبقى يعني يتم التفتيت ديالو بشيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى كيخرج داك الشيء كله الى الخارج. هذا واحد من الادوار ديال عصير الخضروات هو التنقيه ديال المصران. وهذا الشيء مهم لان في المصران كتكون العديد من العمليات بحال امتصاص ديال الجزيئات الغذائيه اللي كتكون في المواد اللي كنسالكو. مصران نقي يعني ان الانسان كيستافد 100% من اش كياكل. طلبنا من واحد حسين يعطينا وصفه ديال عصير خضروات. لي زيبينار علاش كنستعملوهم؟ غالبا لانهم فيهم واحد المجموعه ديال المواد لا كلوروفيل رقم واحد، لاسيد اوكساليك. لاسيد اوكساليك بمجرد ما كيوصل الجسم ديال الانسان كيعطيه واحد العامل ديال انه الا كان هناك مساله ديال القبض كيساعد على اساس ان العمليه ديال القبض ما كتبقاش. فلذلك الناس اللي كيعانيو من القبض كنقول لهم دائما خذوا لي زيبينار لما له من هذا المكون اللي هو اساسي، اضافه الى الكلوروفيل اللي كاينه فيه اللي كتلعب دور ديال انك تنقي الخلايا ديال الجهاز الهضمي كيتنقاو بالمعنى الحقيقي ديال الشيء.
لما كتنقى الخلايا ديال يعني ديال الجهاز الهضمي وكتنقى كذلك الانسجه ديال الجهاز الهضمي كيولي الجهاز الهضمي ديالي مستعد ديال انه يدير العمل ديالو بالطريقه الحكيمه. اذا غير لهاد جوج ديال الفوائد اللي هي التنقيه ثم بعد ذلك التسريح الخروج ديال الفضلات من الجسم ديالي فهذا كيخليني دائما نفكر نستعمل لي زيبيناغ. ولكن الاستعمال ديال لي زيبيناغ بالنسبه لي كيعانيو من المشكل ديال الكلاوي او اللي عندهم مثلا ليبرتونسيون هادو ياخذوه بواحد الحذر او لا من الاحسن يبعدوا منه لان فيه بعض المكونات اللي تقدر تاثر عليهم على الجهاز ديال الكلاوي ديالهم او لا كذلك على ليبرتونسيون ديالهم. لي زيبيناغ ولا السبانغ فيهم العديد من المكونات الاساسيه بحال فيتامين ا فيتامين سي فيتامين او وهادو بثلاثه كيحاربوا الجذعات الحره وحده من اسباب ظهور السرطان. فيهم كذلك الفيتامين بي 9 اللي كتساعد في انتاج الكريات الحمراء. اما بالنسبه للمعدنوس كيلعب دور ديال انه كينقي الجهاز البولي ديالنا، بل اكثر من ذلك المكونات ديال المعدنوس كلها كتمشي الى غايه لي سيغينال. ولما كنتكلموا على السيغينال وهي الغده اللي كاينه عندنا فوق الكلاوي وكتلعب دور ديال انها كتفرز لنا الهرمونات اللي كتلعب دور في انها تقاتل الستريس ديالنا، الهرمونات اللي كتعطي القلب الامكانيه باش يضخ الدم الى غايه الدماغ او لا يضخ الدم الى الاطراف ديال الجسم ديالنا. وهاد لي غلاند سيغينال ولا الغدد الكظريه والمهام ديال هاد الغدد كثيره في الجسم ديالنا، بحال انها كتفرز الكورتيزول، والكورتيزول هرمونه كتلعب بزاف ديال الادوار، مثلا انها كتضبط الميكانيزمات ديال تحويل السكريات الدهنيات والبروتينات. سمعنا لي زيبيناغ على المعدنوس، نشوفوا نوع اخر من الخضر. الخيار بمجرد ما كيدخل الجسم ديال الانسان كيغطيه بجميع الاملاح المعدنيه اللي خاصه. فلما كيكون عندي الاملاح المعدنيه في الجسم ديالي بكميه كافيه وبكميه عاليه كتكون عندي اون غوتونسيون دو، بمعنى ان الماء كيبقى مشدود عندي داخل البيت ديالي. لما كيكون عندي نقص في الاملاح المعدنيه اشنو كيوقع؟ ممكن انه يكون هناك تسرب المياه اللي كاين عندي في الذات ديالي، فهنا كيكثر عند الانسان المساله ديال التبول. بمجرد ما تشوف راسك ولا عندك التبول كثير او لا الماء اللي كتشربه غير كتشربه كيخرج خصك تمشي اوتوماتيكمون للتواليت، قول بانه عندي نقص في الاملاح المعدنيه. اذا خصني نقلب على الاشياء اللي كتكون غنيه اللي نقدر نزود بها الجسم ديالي باش تكون عندي اون غوتونسيون، باش يكون هناك شد للمياه داخل السوائل داخل الجسم ديالي. وما بين المزود الاساسي للاملاح المعدنيه عندنا في الخضروات ديالنا المغربيه عندنا الخيار. والخيار فيه العديد من المكونات بحال البروتينات، فيه دهنيات، فيه سكريات، فيتامين سي، فيتامين بي، كالسيوم، بوتاسيوم، صوديوم، فوسفور، فيه مضادات الاكسده، العصير ديالنا موجود، وبقات حاجه واحده نزيدوا فيه فاكهه لتحسين المذاق. كاين فيها سبعه ديال الانواع ديال الفيتامينات، سبعه. دونك لما كتاخذهم كتقول بمعنى او موان هذوك المكونات ديالها الفيتامينات اللي كاينه فيها غادي نستعملها وغادي تفيدني. كاين كذلك نسبه عاليه ديال الاسيد اوكساليك اللي غتساعد على العمليه ديال ازاله الفضلات اللي ما عندي ما ندير بهم. الاشياء اللي مهمه غادي تنفعني والاشياء الغير مهمه غادي نتخلص منها. ثم كذلك كتلعب دور ديال انها كتساهم في ازاله مشكل ديال القبض. التفاح من الفواكه الغنية والمهمة، فيه مثلا البروتينات، سكريات، دهنيات، كنلقاو فيه كذلك العديد من الفيتامينات بحال فيتامين سي، فيتامين بي، فيتامين او، فيتامين ا وفيتامين كا، فيه صوديوم، فيه زنك. التساؤل اللي كيتطرح عاوتاني كيقول لك اودي واش ناكل الفاكهة بالقشرة ديالها ولا لا؟ هو الأصل خصها تتخذ بالقشرة ديالها. علاش؟ لأن المكونات ديال القشرة هي اللي كيكون فيها تقريبا 70% ديال الفوائد اللي كاينه في الفاكهه كلها. اشنو هو التخوف اللي كاين عندي؟ هذاك الغشاء. الناس ما كيحترموش هذاك ليتيكتاج اللي كيكون في ذاك الماده ديال العلاج. فاش كيقول لك اودي راه التفاح كيتصاب ليا بالمرض وكندير له الدواء. هذاك الدواء استعمله. طبيعه الحال خصك تستعمله. ولكن غير احترم المده ديال الزمنيه اللي كتمشي المفعول فيها ديال ذاك البيسيسيد.
وهذه حقيقة. المشكل ديال المبيدات هو أن بعض الفلاحة ما كيحترموش المدة الزمنية بين كيستعملوا الدواء والجن ديال الفاكهة وبصفة عامة المنتوج الفلاحي، لأنه كل دواء وعنده المدة الزمنية اللي ما خصناش فيها نقربوا من الفاكهة ولا الخضرة ونجنيوها حتى تسالي هذه المدة. أش أخر على القشرة ديال الفواكه والمنافع ديالها؟ بالنسبة للقشرة ديال الفاكهة اللي كتعتبر بحال واحد الغلاف، هي محل ديال تفاعلات بيولوجية طيلة مرحلة ديال الحياة ديال الفاكهة، وكنلقاو فيها لي كاروتين لي فلافونويد، واحد الكيمياء اللي زعما كتساعدنا او اللي كيستهلكها باش يحيد عليه مثلا الامراض بحال مثلا الأشعة فوق البنفسجية وكذلك داء السرطان. كذلك الكاروتين مهمة بالنسبة للجهاز العصبي، والفلافونويد هي مضادات ديال الأكسدة بامتياز. تكلمنا عن المبيدات والمشاكل ديال عدم احترام المدة الزمنية بين الاستعمال ديال الدواء والجن، ولكن احنا كمستهلكين ما يمكنش لينا نعرفوا واش الفلاح احترم هذه المدة ولا لا. غالبا الفلاحة ما كيحترموش ديك المدة ديال الانتهاء الإزالة ديال لي بيستيسيد او لا دوك المبيدات الحشريه واللي كتكون عالقه بالمواد. فبما انه ما كيحترمش خصني نشوف طريقه ديال الحفاظ على صحتي، والطريقه ديال الحفاظ على صحتي هو انني كنستعمل الماء ديال الملحه، ولكن كل ليترو فيه 30 غرام ديال الملحه. كل ليترو فيه 30 غرام ديال الملحه، لماذا؟ لانه الوقيته اللي كنديروا الخضروات او لا الفواكه في الملحه نعطيو لواحد العامل الفيزيائي اللي كيتحرك، الا وهو ما يسمى بفينومين دوسموز. هذا لو فينومين دوسموز شنو كيدير؟ هو انه جميع الاشياء اللي كتكون عالقه بلابو بالجلده ديال الفاكهه او لا بالجلده ديال الخضروات كنحاولوا نحيدوها، كنخليها مده ديال 10 دقائق. وعلاش بالضبط 10 دقائق؟ لان الابحاث اللي دارت بينات بانه فوق 10 دقائق العناصر الغذائيه اللي كاينه في الفاكهه والعناصر الغذائيه اللي كاينه في الخضروات ممكن انها تخرج. كاين العديد من الطرق باش نحيدوا المبيدات من الفواكه، كاين كذلك استعمال الخل الابيض، كاين كذلك استعمال الحمض، يمكن كذلك نستعملوا البيكربونات دو سود. الفواكه ايه مهمين للتغذيه ديال الناس، وان دابا وقتاش ناكل الفواكه؟ قبل الماكله، من مورا الماكله، صباح الليل، اش كيقولوا المختصين في هذا الشيء؟ فوقاش غناكل الفواكه؟ وهنا كاين واحد الضيبة راه ما تيساليش. خصني نعرف بين الفواكه ما تتهضمش المعده، هي تدوز على المعده، فيها الفركتوز، هو واحد السكر اللي مزيان. علاش؟ حيت نسبه الحلو ديالو 3-4 مرات اكثر من السكر، 30-40% هو اكثر من السكر، ولكن لاندكس غليسيميك هابط بزاف، تدير ما تطلعش السكر دغيا في الدم، ولكن تعطينا نسبه الحلاوه اكثر. فالفركتوز هو تتدوز المعده عاد تتمتص المسائل ديالو. فهي اللي درتو انا فوق الماكله اللي خصها 3 سوايع و 4 سوايع تتسنى نوبته، السكر تيرجع كحول تيخمر سالينا، كاع المنافع ديالها مشات، ما بقينا ما نستافدو منه. دونك ديما الديسير خصو يكون فوق المعده خاويه باش دغيا يدوز باش نستافد من المنافع ديالو، دن ساعه قبل ولا 3-4 سوايع من بعد. وتنعرفوا بان فيه كاع المواد الحموضه ديالو تتجمد لينا البروتينات وتتزيد لينا في المشاكل الهضميه الانتفاخ والحرقه والحموضه. واحسن وقت باش تستافد منه باش يعطيك ان بوست باش تعطيك القوه هو من تفيق الصباح على الجوع. نبدا بالفاكهه هي الاولى، حيت بدات خاويه فدغيا تناخذ الفركتوز ديالو، دغيا تناخذ الفيتامينات املاح معدنيه وتعطيني احسن بوستر اللي يمكن لي ناخذه باش نبدا النهار ديالي. عرفنا الوقت ديال استهلاك الفواكه، وكنتكلموا على الفواكه ماشي عصير الفواكه. كاين حاجه اخرى ولا سؤال اخر كنعرفوا بان الفواكه انواع، كيفاش انا كمستهلك خاصني نتعامل مع هذه الانواع باش الجسم ديالي يستافد منهم كاملين؟ تبقى لي واحد النقطه مهمه ديال نوعيات الفواكه. شنو عندنا الفواكه؟ ملي كنقسمهم لواحد 4 انواع، عندنا الحامضه نعرفوا من الليمون وما جاور ذلك المندارين، عندنا نصف حامضه اللي هما التفاح والبعويد والفخاز. على فكره الرمان راه كاين مع الليمون لا كلاسيفيكاسيون، وعندنا اللي دو رطبين اللي هما البنان الكرموس والتمر، وعندنا الميدمين اللي هما لافوكا مثلا. فهذا كل واحد وعنده الوقت الهضم ديالو، ف
فالحامضه ساعه ونص، نصف حامضه ساعتين، دو ربعه سوايع بحال البنان. فهنا كاين واحد التلاعبات ما تتلاقاوش بيناتهم. فما عمري ما نخلط هادوك اللي تنقول لهم مدمن بحال لافوكا مع الفواكه، بحال ما درت والو. يمكن لي نخلط ثلاثه ديال الاصناف الاولى، الحامضه والنصف الحامضه والرطبين اللي دو، ولكن ما عمري ما نخلط معاهم الفواكه الدهنيه. وكاينين وحدين ما هضرش معاهم اور كلاسيفيكاسيون، ما تنصنفوهمش، اللي هما البطيخ و الدلح. هادو ربع ساعات وربع ساعه، هادو ما خصهم يتكلوا مع حتى شي فاكهه. ملي ناخذ الدلح ولا البطيخ تناكلو بوحدو 14 15 مينوت، ما خصنيش نخلطو مع التفاح، ما خصنيش نخلطو مع الليمون، ما خصنيش نخلطو مع حتى حاجه. دوك مين بغي ندير كولاسيون ديال البطيخ ولا ديال الدلح، تناكل البطيخ ولا الدلح. كل نوع من الفواكه والكيفية باش كيتعامل مع الجسم ديالنا. مهم نعرفو وقتاش ناكلو هاد الفاكهة، واش من فاكهة ولا فواكه يمكن ناخدو معاها باش الجسم ديالنا يستفد أكثر. كاين حاجة أخرى، هو الموسمية ديال الفواكه والخضار، كل موسم وعندو المحصول الزراعي ديالو. إلا كان ضروري ناخدو العصير، فيحبذ أننا ناخدو عصير ديال الفواكه وديال الخضار في الموسم ديالها. زائد اننا الى ملي كتعندنا الامكانيه، حنا الحمد لله في المغرب عندنا امكانيه تبارك الله، الحواميد والخضر والفواكه موجودين، اننا ناخذ هكاك هذه الاغذيه يكون افضل ويكون جميل، ونحاولوا نجمعوا بين الخضر والفواكه. طيب مثال، مثلا دابا انا مثلا انا من غير انني مختص بالتغذيه، فانا مستهلك مثلا في هذا الوقت هذا. النعناع العادي لا يستهلك، علاش؟ لانه كيبرد الجسم. كاين النعناع الصوفي الوغ، كاين فليو، وكاين الحواميد الوغ. شنو كنديروا؟ كنشدوا مثلا الليمونه، كنشدوا مثلا النعناع الصوفي، الناس راه المغاربه كيعرفوا النعناع الصوفي، وكنشدوا فليو. نحاولوا اننا، وهاد النقطه اساسيه، اننا ما نمشيوش لهذاك الميكسور اللي كيدور بسرعه كبيره، الناس راه كيعرفوا، يعني كاين ماركات دابا اللي كاينه. كنحاولوا نستخدموا ما يسمى بالاكستراكتور. شنو هو الاكستراكتور؟ كيدور دوره اللي كتبان لك انت راها كدور. علاش؟ لان ملي كتكون لا روتاسيون ا غروند فيتيس، يعني ملي كتكون السرعه بالدوره كبيره بزاف، كديفورما لا ماتيير. خاصني نستافد من العصير، خاصني ناخذو باش نتغدى، ماشي غير باش نشربو وصافي. سو كيفي؟ خاصني نحافظ على المعادن، نحافظ على الفيتامينات، نحافظ على المواد، على لو شومانيتيك ديال هاد المواد هادو. فانا احبذ كقيمه غذائيه، مثلا في القيمه الغذائيه اللي عطيتيني مثلا عصير مطحون مثلا بواحد الميكسر، وعصير مطحون بالاكستراكتور، افضل ديال الاكستراكتور. علاش؟ لان ما كايناش واحد لا غوتاسيون، واحد الدوران كبير. والسلك ديال العصير عنده شروط، بحال واش العصير خصو يتشرب بسرعه يتصايب يتسالك، ولا يمكن لينا نتسناو شويه ديال الوقت عاد نسالكوه. مساله اخرى اللي خاصنا نتفاداوها هو داك العصير اللي كنحطوه امامنا وكنبقاو قدامه واحد مده زمنيه، ربما في مقهى او في محلات اخرى كنحطوا عصير. دوك العصير ما كيبغيش انه كيبقى كيطلب وقت. العصير خاصو كيما كيتحضر، الا كان غير شي واحد خاصو يشربو بسرعه. قد ما كان العصير كيتحط، قد ما المكونات ديالو كتنقص بفعل الاشعه، حراره والهواء الاكسجين، لان هو عندهم المكونات سواء الاملاح المعدنيه فيتامينات كيتاثروا بسرعه، كيتاثروا بشكل كبير بهاد العوامل. وكيولي العصير بدون قيمه غذائيه، او المكونات اللي كيدمروا هما الفيتامينات بحال الفيتامين سي. تكلمنا على انواع ديال الالات المنزليه الموجودين باش كيتصاوب العصير، كان خضر ولا فواكه. شفنا انواع ديال العصير اللي يمكن الانسان يوجد في الدار ديالو، ولكن بقى لينا واحد النوع من العصير ولا بد ما نتكلموا عليه. فكل هذه المشروبات التي تباع معلبه لها منفعه لها، واقولها ما غاديش نخبي انا على انني انتسب الى جمعيه ديال حمايه المستهلك، فمن الواجب علي ان اقولها واكررها، ان تلك المشروبات لا قيمه لها غذائيه. خصنا المواد الحافظه ولا مش الحافظه، خصنا اللون، لان اللون عبر الوقت يتغير اللون، فمن اللازم ان الشركه تضيف ملونات. اذا شنو هذا المنتوج؟ هذا ماذا يصبح؟ يصبح ضارا اكثر من النفع ديالو، ضارا. وهنا خطابي متوجه للامهات. اسيدي الامهات واللي عنده اللي معقل واللي كبير يشرب لنا هذيك المشروبات، ولكن الهاجس اللي عندي انا هم الاطفال. بعدوا هذه المشروبات.
ابعدوا ابنائكم عن هذه المشروبات، الخطر ديالها اكثر من منافع ديالها. تكلمنا على المكونات اللي في العصير، تكلمنا على الالات باش كنحضروا العصير، عرفنا اشنو هو الفركتوز السكر اللي كنلقاو في الفواكه، عرفنا اشنو هما الالياف والدور ديالهم في العديد من العمليات اللي كتجرى وكترى داخل الجسم. سمعنا على عصير الخضر في اول هذا الروبورتاج، سمعنا اش كتقول المنظمه العالميه للصحه على استهلاك الخضر والفواكه. في نفس التقرير يمكن لنا نقراو بان ضعف استهلاك الفواكه والخضر كتسبب في العديد من الاصابات. بالارقام يمكن لنا نقراو ضعف استهلاك الخضر والفواكه كتسبب 19% ديال حالات السرطان ديال المصران والمعده، 31% ديال امراض القلب، 11% ديال الاصابات ديال الدماغ. كذلك بان قله هذا الاستهلاك واحده من اسباب الوفيات في العالم. اذا ناكلو الخضر، ناكلو الفواكه ونتمتعوا بالصحه جيده. الحلقه ديالنا انتهت، المواعيد ديالنا من هنا شهر باش نتعرفوا على موضوع جديد كيهمنا كمستهلكين. الى اللقاء.